السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بصحة وعافية وهنا. جايبة لكم تطبيق حلو جدا اسمه اوبر ايتس. الاجازة جت وطبعا بندور على مطاعم او بنروح هنا وهنا، بنحتاج برضو للمطاعم وخلاص زهقنا مثلا من الاكل في البيت، نحب نغير شوية. انا جايبة لكم برنامج حلو جدا، ممكن من خلال التطبيق بعد ما تحملوه في سلسلة مطاعم عاملين خصم 40 ريال. طبعا 40 ريال كتير جدا لما يعمل لك الكود الخصم ده، فعلا فعلا برنامج يجنن. هوريكم ازاي بتحملوه وان شاء الله يتفتح معاكم. طبعا هتبدأي تطلبي من 50 ريال فما فوق، في مطاعم تانية عاملة برضو تحت الـ50، بس على حسب طبعا اختيار المطعم والعرض بتاعه. بس التطبيق ده ان شاء الله يتفتح معاكم، تطبيق حلو جدا، وتختاروا الاكل اللي يناسبكم. يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. طب ازاي اطلب؟ اول خطوة لازم نفتح سوق بلاي او متجر بلاي، نكتب في البحث اوبر ايتس ونبدأ بقى نعمل سيرش عليها. هندوس طبعا على فتح، ننتظر شوية علشان يفتح معانا. كده التطبيق خلاص فتح، شايفين مطاعم كتيرة عاملة الكود ده الخصم، يعني تختاروا بقى اللي انتوا عايزينه. زي مثلا نفتح اي تطبيق، اي واحد يعني، طبعا زي ما بتحبوا انتوا تختاروا. مثلا هختار لكم وليكن اللي هو ماكدونالدز، شايفين بيقولك بقى على الوجبات اللي هو بيقدمها والحاجة اللي انسب ليكي او الاكل اللي انت بتختاريه. خلاص بقى هدوس ان انا اتميت عملية الشراء، واروح بقى حاطة الكود في حقيبة التسوق. قبل ما تقولي طبعا اوكي او خلاص تم، هتروحي حاطة الكود ده لازم تحطيه، هيقولك ان اتخصم منك 40 ريال. لما انت بتبعتيه لحد بتاخدي، انت اول مرة بتاخدي الخصم 40 ريال، لما بتبعتيه لحد بيكون في محفظتك 30 ريال. وكده طبعا حلو، ممكن تشتري بال30 ريال دي تاني يوم مثلا او تالت يوم زي ما انت عايزة. على العموم هو الخصم باقي عليه تقريبا اسبوع لحد 12 يناير ان شاء الله. فحبيت ان انا افيدكم وان انتوا تستفيدوا من العرض ده، لان انا فعلا جربته، طلبت امس فعلا من حطيت الكود، كمان جاني خصم 40 ريال. وبتضيفي عليه لو انت التوصيل، على حسب طبعا بيتك فين بالظبط بيعمل لك التوصيل، بيحسب كمان التوصيل، يعني ممكن ما تدفعيش الا مبلغ بسيط جدا. وده الكود هتحطوه طبعا لما تعملوا عملية الشراء، بتحطوا الكود وهيخصم لكم 40 ريال. اتمنى ان انا اكون افدتكم. إذا استفدتم من الفيديو تنسوش لايك واشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين، تفعيلي الجرس كمان علشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله. وان شاء الله ما كنش طولت عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.